مولانا عايز يقضي على كل الفكر والعرايه ونزرع رجالتنا وسط الناس عشان تتسبك شويه. تأمين المكان وإجراء أي محاولة شغب للمعتصمين. إحنا خلاص قررنا نحقق الحلم اللي بقالنا 80 سنة بنحلم بيه. واحنا عمرنا اكلنا عليكم حاجه؟ اه استنى بقى في حاجه. حساب المره دي مش هيبقى زي حساب ماتشات الاهلي والدوري ولا زي اللي حصل في محمد محمود. احنا مش حاسبناكم على جمله الغضب والموقعه باكتر من اتفقنا عليه كمان.